يعني أنا عايز أسأل سؤال، هو إيه اللي المفروض الآباء يغرسوه في الأولاد علشان ما يطلعوش جحدين بالطريقة دي، بالطريقة الوحشية دي؟ يعني أم بعد ما ربت وتعبت وكبرت والدنيا قست عليها وتقعد بالمنظر ده في الآخر. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. الحقيقة موقف مؤثر جدا، أم ربت وتعبت زي ما حضرتك أشرتي، واستفرغت كل جهدها كما تستفرغ البيضة الفرخ كل ما في البيضة من غذاء، فإذا هي قشر فلا فائدة منه، ثم بعد ذلك ترمى في الشارع بهذه الطريقة. موقف فعلا في منتهى الجحود وفي منتهى القسوة. ورب العالمين علمنا أن الله عز وجل لا يقبل عبادة إنسان عاقل لوالديه أو مضيع لوالديه، لا يمكن يكون مسلم ولا يمكن يدخل الجنة ولا يمكن ربنا يرضى عنه أبدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نعم أمثلة للعقوق، لأنه في ناس مش فاهمة يعني إيه عقوق، فممكن بس بإيجاز يبدأ وينتهي ببساطة شديدة، يبدأ من قول الإنسان أف، التأف أف، يعني أن يخرج الإنسان إشارة سلبية أمام والديه فيؤذي الوالدين، يعني دي تعتبر عقوق؟ بنص القرآن الكريم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، لحد ما قال ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير. المعاملة الوحيدة اللي رب العالمين بيعامل الإنسان على مستوى الشعور هي معاملة الوالدين. يعني أي حد ممكن ممكن أنا منفسن شوية، ممكن يكون على مستوى الشعور مش مبسوط، لكن الوالد لا، ده على مستوى الشعور لازم الإنسان يعالج نفسه عشان ما يبديش أي إشارة سلبية تؤذي الوالدين. يعني ده رقم واحد. رقم اتنين كده دي تعتبر إنها بنص القرآن. بنص القرآن اتفضل بتنتهي بقى إلى هذه الجرائم، دي اسمها جرائم مش حقوق والدين بس، جرائم طبعاً. اللي هو بيعرض الوالدين للضياع سواء كان في الشارع أو بالإهمال أو عدم العلاج أو عدم المسؤولية أو إلى غير ذلك. ورب العالمين علمنا قال رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. حتى الهجرة اللي هي تعتبر كان في وقتها في عهد سيدنا النبي من أعظم الأعمال، والقرآن الكريم سجل إن الذين آمنوا وهاجروا، كل الناس اللي هاجروا مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كتب الله لهم القبول وكتب لهم الجنة. فجه واحد يقول له يا رسول الله أهاجر معك وتركت أبوايا يبكيان، قال اذهب إليهما فأضحكهما كما أبكيتهم. ارجع، لا انت لا جهاد بقى ولا هجرة ولا أي حاجة لحد ما تبر والديك. وبالتالي اللي بيضيع والديه بيضيع دينه،